الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في برنامجكم وذكر. كثير من الناس بيفتكر إن الصداقة ما لها علاقة بالإسلام وما لها علاقة بالدين، وكثير من الناس لما يكون مع صديقه إذا عنده معه مصلحة فهو صديقه، انتهت المصلحة فهو لا يعرفه. لي معك مصلحة أنت حبيبي، ليس لي معك مصلحة لا علاقة لي بك ولا شأن لي بك. ولكن الدين أرخ لهذه القضية وأرخ لهذه الصداقة وعلمنا كيف تكون علاقتنا مع إخواننا في الله، وكيف تكون علاقتنا مع أصدقائنا الذين إن صدقنا في صداقتنا معهم سيجمعنا الله تبارك وتعالى معهم في الجنة بإذنه تبارك وتعالى. جميل أن نتحدث عن الصداقة، ويحضرني أن النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه كانا صديقين حتى قبل البعثة، وجمع الله سبحانه وتعالى بين أشباحهما وأرواحهما، فصحبه في الهجرة وكل غزواته رضي الله عنه وصار صهره، فكان هذا المثل الأعلى بالنسبة لنا في الصداقة، سيدنا أبو بكر الصديق ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونفخ الكير. يعني ضرب لنا مثال صلى الله عليه وسلم بأنه الصديق الصالح يكون كحامل المسك. كيف حامل المسك؟ إما أن يحذيك، يعني يعطرك إذا مريت بمكان أو كذا، أو أن تبتاع منه شيئا من عطره، أو أن تجد منه ريحة طيبة، حتى إذا مريت بمكانه تجد الريحة الطيبة، يعني دي أضعف ما تجد من حامل المسك. ونافخ الكير، هذا الرجل الحداد، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحة منتنة، ففي كل الأحوال أنت متأذي منه. فلا بد أول حاجة إذا عينا للصداقة أن نعين قبل الصداقة من هو الصديق الذي نصادقه ومن هو الصديق الذي نختاره. سيدنا الإمام الشافعي بيقول في أبيات جميلة يعني تطرب الجنان: سلام على الدنيا إذا لم يكن فيها صديقا صدوقا صادق الوعد منصفا. يعني الصديق حاجة لا بد منها يساعدك في سير الله سبحانه وتعالى. وأذكر أنه اثنان من الأصدقاء واثنان من الأصحاب، يعني واحد منهم انحرف عن الطريق القويم، انحرف عن طريق الاستقامة، فالناس بدوا يتكلموا ويشيلوه في أذنه ويحدثوه بأنه صديقك أصبح منحرف فتركه لا تصاحبه. ليه؟ لأنه حيجرك معه وحيوديك معه لطريق المعصية. فقال لهم: لا، هو أحوج ما كان إلي لما وقع في عثرته هذه أن أخذ بيده وأرده إلى الله تبارك وتعالى. دي فائدة من فوائد الصداقة. والصداقة برضو عندها يعني ممكن أنت تساعد صديقك في الأمور الدنيوية وتكون مع صديقك في قضاء حوائج الدنيوية، وكما قال سيدنا عمر بن الخطاب: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. وأيضا من فوائد الصداقة المهمة جدا، طبعا هنالك دعوات مستجابة. دعوة الوالد لولده أكيد دعوة مستجابة، دعوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مستجابة. كذلك من الدعوات المستجابة دعوة الأخ لأخيه بظهر الغيب، يعني صديقك لما تدعو له في خلوتك بعيد عنه أكيد هذا دعاء مستجاب. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع دائما المسلمين على الصداقة والمحبة والإخاء. نعم، نسأل الله أن يجمعنا ويجعلنا إخوانا متحابين فيه، ويجمعنا في الفردوس الأعلى مع حبيبه المصطفى وخليله المرتضى، فلنطبق هذه المعاني للصداقة وهذه الصفات العالية وهذه السمات الراقية للصداقة حتى نؤرخ لهذه القضية المهمة التي لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة أول ما فعله هو أن آخى
بين المهاجرين والأنصار، وكان ما كان منهم من تغديس ومن إصرار وعزيمة وقوة في هذه الصداقة، وهم مثل أعلى لنا وبهم وبرسولنا الكريم نغتدي. وحتى نلتقي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.